اليوم لدينا كثير من المشاريع نسبة الإنجاز فيها مرتفعة، لكن توقفت أثر هذا القرار. نطالب بالأمان العام بأن يلغى هذا القرار وتستمر المشاريع العاملة أساسا ومستمرة أساسا بالعمل من جديد لتوفير خدمة جيدة للمواطنين. سمعنا كثيرا عن ملوحة المياه في البصرة وعدم توفر المياه، وكذلك مشروع توفير مياه صالحة للشرب في محافظة البصرة، لكن لحد الآن المحافظة تتوالى السنين عليها ولا يوجد مشروع قيد الإنجاز اليوم في محافظة البصرة لغرض سد حاجة البصرة للمياه الصالحة للشرب، ما بالك في المياه التي يستخدمها الحيوان والنبات والاستخدامات الأخرى.